حنان احنا جينا يا حنان. الحمد لله على السلامة يا سي حامد. مبارك انكم رجعتوا بالسلامة يا اخويا. اعملي شاي للرجالة. امرك يا اخويا. حاضر حاضر. بصوا يا رجالة، انا ابتديت سرقة وانا عندي 6 سنين، عملت 3 عمليات. الف سلامة عليك يا كبير. يا ابني عمليات سرقة مش زايدة. مبارك انك قمت بالسلامة. عملت 3 عمليات وفي كل عملية فكيت السلك، قصدي دخلت السجن 10 سنين. دلوقتي عندي 36 سنة وخرجت من السجن من 3 أيام بس. عشان كده العملية اللي جاية دي لازم تنجح. أنا صغرت مخي ولازم تنجح. هتنجح. البنك ده هنسرقه يعني هنسرقه. اعتبره اتسرق. اهدى بس يا فخم. بس احنا كده لسمنا خطة لمؤاخذة. عندك خطة؟ خطة ليه يا بني آدم؟ الرجالة بتنفذ على طول من غير خطة. سي حامد. لا يا سي حامد، لازم يكون عندك خطة، لأن انت لو ما عندكش خطة كل واحد هتصرف من دماغه وهتخبطه في بعض والعملية هتبوظ وهتبقى مصيبة. انت بت، انت بت بتتكلمي والرجالة قاعدة؟ يا لهوي. الحريم بتتكلم في قعدة الرجالة؟ يا لهوي. انا يابا في بيت انا؟ يابا. من امتى؟ يابا. من امتى؟ يابا. من امتى؟ من امتى؟ ما بالراحة. طيب اهدى يا فخم. دي اخف حاجة عندي. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ما عندكش خطة وان احنا هننفذ على طول. غبي. من غير خطة كل واحد فينا هيتصرف من دماغه وهنخبط في بعضينا والعملية هتبوظ يا بني ادم. صح. حنان هاتي بقسماط يا بت. ما يحصل يا اخويا. الخطة كالآتي: العكر هينزلنا على باب البنك الساعة 9 الصبح لابسين الماسكات شايلين السلاح ومعانا شوالين عشان نلم الفلوس. سي حامد بلاش بلاش يا اخويا. ابقى البس الماسكات وطلع السلاح اللي انت مخبيه جوه البنك، للحراس يا اخويا يشوفوك ويضربوك بالنار. انتوا تخشوا البنك كأنكم عملاء في البنك بالظبط. يا بنت لسي. يا بت انا مش لسه قايل في قعدة شغل الرجالة مفيش حريم بتتكلم مع الرجاله؟ مفيش حريم بتتكلم؟ بتتكلمي ليه؟ يا لهوي. اطلعي بره بره بره. حمينا بقى يا حنان بقى. اهدى اهدى بقى. اهدى فخم بقى. بره. ده انت حابب الموضوع بقى. اهدى شويه بقى. عصبتني. اهدى. كنا بنقول ايه؟ قلتوا هتنزلوا الصبح تروحوا البنك لا مؤاخذة لابسين الماسكات وفي ايدكم السلاح وتقتحموا البنك. ده كلام بهايم. لو عملنا كده الامن هيشوفنا بالماسكات ويعرف ان احنا داخلين نسرق، مش بعيد يضربونا بالنار ويقتلونا. يا غبي. ما بالراحة. طيب يا فخم. احنا نخش البنك على اننا عملاء عادي وفجأة نفتح الخزنة ونسرق 1,000,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. يا فخم يا فخم يا فخم. الله عليك يا مفتخر انت. انا هسرق 1,000,000 جنيه. اتعلم انا بقى اتعلم. والنبي هسرق 1,000,000 جنيه. حلوه. ونقسمهم على 3، كل واحد فينا ياخد 400 وياخد ايه؟ 535. بتفائل بالرقم ده. انا لا لا الاقل كان 624. دي اسمها مطوله. هنشيل الواحد هنبقى 347 على 535. انا واثق من نفسي. هنشيل الواحد مع الواد ده السنه بس. احنا بنشيل مع 330,000. 330 جنيه 33 قرش و3 مليم. ايه ده يا بنت؟ انت عايزه تموتي نفسك؟ ايه لهوي. انا يا بنت انت عايزه تموتي نفسك وبتدخلي في كلام الرجاله تاني؟ ايه لهوي. انا تاني في كلام. ما تيجي تمسك العصابه احسن. يا يابا ما تيجي هي تمسك العصابه احسن ونرتاح. ايه حرقتها بقى يا بنت؟ مش اطلعي بره يا بنت. غوري غوري غوري. ما طلعها اسهل من ده كله يا كبير. كفايه بقى. هنقسم 1,000,000 جنيه على 3، كل واحد فينا هياخد 330 تبقى 1,380 اللي هو الثلاثات اللي قالتها الرقم. كل واحد فينا وهنستخبى شويه لحد ما الدنيا تهدى نطلع نطلع الفلوس ونفكها ونصرف. نفكها. محدش فيكم عارف يحسب حسبه ولا يقول خطه. بهايم. لازم اعمل انا كل حاجه بنفسي. ولا ليكم اي 30 لا ولا ليكم اي 33,333 لا. ايه ده؟ اوعى تتحرك. اثبت مكانك يا بني ادم. انت هو ما ايه ظابط؟
ظابط ورايا فرصان فرصان يا اختي حيضا بيطير يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان تحت هنا اهو تحت هنا اهو صرصار صرصار من ابو شنا من الكبير ده بتعمل ايه يا حنان الصرصار والنبي بعرف يا فلاح لسه شنبه بيلعب الله تفضل يا سي حامد بسم الله يا رجاله بسم الله انا نفسي تصدق منظر الشوشاته كان فظيع قوي خليك راجل بقى حاضر بس قاعد على البنت حنان خلصت احنا هنا قوي في نفسها ودي احلى حاجه بس مخها فاضي وملهاش اي لازمه وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه اقسم بالله لو ما كانت بتتكلم وقت كلام الرجاله لكنت حبيتها وهي بتعمل كل ده عشان ايه عشان بتحبك يا معلم يا معلم يا جامد يا جامد الله